يا مساء الخير واهلا بكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد من إن بوكس على شاشه صدى البلد. اخباركم يا جماعه؟ النهارده بقى عندنا موضوعات مختلفه جدا جدا جدا، وكمان معايا رحمه. ازيك يا رحمه؟ ازيك يا رؤى؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله انا كويسه. كل زي تمام الحمد لله. الحمد لله. عامله ايه في البطره اليومين دول؟ امبارح مش مشكله، اول امبارح وانا كمان برضو. النهارده معانا في فقرتنا الاخيره سمر رأفت. سمر رأفت رغم ان انها ما درستش رسم، بس تميزت جدا جدا في الرسم على الوجوه. هنعرف قصتها اكتر بس في اخر فقره معانا النهارده ان شاء الله. بالظبط كده. وكمان يا جماعه معانا الفقره الثانيه بقى هنتكلم فيها معاكم عن هوس عمليات التجميل. طبعا يعني الفترة الأخيرة وحاليا يعني إن أغلبية الناس من الدول العربية طبعا بيعملوا عمليات تجميل، وبقى خلاص شيء طبيعي بالنسبة لناس كتير. لكن مش بس في الدول العربية، لا كمان راح لأمريكا ولأوروبا وكمان راح للصين. يعني وصلت لمرحلة إن في بنت صينية مش هتعرف خلاص يعني تشوف وجوه تاني أو تقفل عينيها وتفتحها بسهولة. يعني بالظبط فيها مشاكل. هنتكلم برضه أكتر في الفقرة التانية بتاعتنا، وبصراحة هي فقرة مهمة جدا توعوية، ويعني يا ريت نركز شوية مع أولادنا ومع اللي حوالينا، خصوصا اللي أقل من 30 سنة. احنا مش محتاجين خالص نعمل أي حاجة في وشنا. أما دلوقتي هنتكلم عن خبر لطيف ومزعج بالنسبة لي شوية، عشان أزعجني بصراحة لما عرفته. في الإمارات سيدة إماراتية بيتبعت لها كل يوم الصبح صباح الخير على الواتساب. قامت عاملة إيه؟ راحت رفعت قضية على السيد أو الراجل اللي بيبعت لها كل يوم صباح الخير، وهو فعلا اترفعت قضية عليه، وإن شاء الله هيمثل أو هيمثل كمان كم يوم تقريبا، هيمثل كمان كم يوم قدام المحكمة. فالموضوع ضايقني جدا جدا. بصي هو الموضوع غريب شوية، يمكن يعني حاجة مش معتادة إن احنا نشوف قضايا من النوع ده في المحاكم. انما هي السيده الاماراتيه قالت ان هي بيجي لها رسائل على الواتساب بتاعها بتزعجها جدا ومش بتعرف تنام، وبالنسبه لها الموضوع مش لطيف. لكن بقى كان هنا رد الراجل اللي هو المفروض يعني بيبعت الرسائل او بعت لها صباح الخير. يعني قال انا مش قصدي ابعت لها هي بالخصوص او بالاخص، يعني قال انا ببعت لكل الناس. طبعا احنا عارفين ان انت ممكن تبعت يعني رساله لأغلبية الناس اللي عندك على الواتساب، انت بتحددهم، بتقول انت عايز تبعتها ليهم كلهم او الاشخاص التانيين. عادي جدا زي في العيد مثلا التهنئة. بالظبط كده. فهو شايف ان الرسالة دي عادية جدا، ان هو من وجهة نظره يعني ان هو بيصبح على الناس، ان هو الموضوع عادي جدا بالنسبة له، يوم في تفاؤل. فقال انا ما كنتش قاصد ان انا يعني ازعجها، او انا بالنسبة لي ما كنتش عارف ان الموضوع وصل لمرحلة ان هي ممكن تروح ترفع قضية في المحكمة علشان خاطر بقول لها صباح الخير. انت عارف ايه اكتر حاجه بتضايق؟ ان هي ما راحتش دايركت للراجل، قالت له بعد اذنك، فويس نوت لطيفه جدا، بعد اذنك ما تبقاش تبعت لي الصبح مسجات. او في حاجه الطف كتير عملوها، وهي اختراع بصراحه في عالم السوشيال ميديا كله، اسمها بلوك، على راي الاعلاميه رضوى شربيني. بلوك لطيف، خلاص يختفي من عندك ومش هيبعت لك تاني. ليه يعني الراجل بيبعت لها صباح الخير؟ يعني هو لا مثلا بعت كلام مش مفيش استخفاف في الموضوع، مفيش اي حاجه. اروح ارفع عليه قضيه؟ ليه الاذى؟ يعني ليه درجه الاذى دي ان انا افكر بالطريقه دي؟ اللي هو بص يا جماعه عايز تقول لي حاجه؟ لا لا، اصل افتكرت الموضوع، انا صعبان عليا الراجل. افتكرت الموضوع فيلم الزوجه 13. ايوه طبعا، بتاع رشدي اباظه وشاديه، لما كان وقتها يعني صباح الخير، وكمان بتقولي صباح الخير. يعني برضه ده كان من موضوع الفكاهه اللي حصلت وقتها، ان هو ما فيش حاجه اصلا، يعني ان هو الموضوع ما فيهوش اي مشكله خالص، ان انت بتقولي صباح الخير واقول لك صباح النور، يا سيدي ما تردش عليا خالص، اعمل لي بلوك. هو الموضوع بس طريف شويه. لا يعني ممكن ان احنا في 2019 يعني هي في ميوت برضه. ميوت دي برضه اختراع لطيف، ممكن ما اعملش للي قدامي بلوك علشان ما اضايقهوش، ممكن اعمله ميوت. المسج بتاعته لما توصلني مش هتبقى فيها نوتيفيكيشن صوت عالي. اتفضل يا روى انا اسفه قطعتك. طيب بص بقى، يعني هي المحكمه يعني حولت البلاغ المفروض يعني خلاص، او هو يعني هي المفروض النيابه حولت الموضوع للمحكمه، وقالت ان الشخص ده يعني اتهموه ان هو اتسبب في الازعاج ليها، ومش عارف بقى بعد كده الموضوع هيوصل ليهم بعد يعني بعد كده لايه. يعني هل هيبقى في غرامه؟ مش هيبقى في غرامه؟ هل الموضوع مش هيكون يعني بقصده ان هو ممكن يعني بيبعت لها صباح الخير؟ مالش حاجه الراجل.
لا يعني هي برضو بصوا خلينا برضو نتكلم حاجة صعبة شوية يعني. خلينا برضو نتكلم من وجهة نظر تانية، وخلينا برضو ما ننكرش ان احنا بتوصلنا مسجات على الواتساب او على الماسنجر على الفيسبوك او على ايا كان من التواصل الاجتماعي يعني اللي بيقدروا يبعتوا لنا فيها مسجات، لان في مسجات مزعجه وفي اوقات تبقى مش اوقات لطيفه ان انت تبعت لي مسج الساعه 3 الساعه 4 الفجر، عادي تبعت لي مسج كمان تبقى الحاجه مش مستعجله يعني مفيش حاجه طارئه او ضروريه يعني. بالظبط ان انت تبعت لي الساعه 4 الفجر ان انت تقولي الله انت كنتي هايله النهارده في الحلقه الساعه 4 الفجر حضرتك انا هفهمك غلط كده وهضطر انا اعمل لك بلوك، بس مش هروح ارفع عليك قضيه برضه ستيل يعني. بس برضو في شوية اتيكات كده لازم نعملها لما نيجي نبعت مسج لأي حد، خصوصا لو مش قريب مننا قوي، لو نعرفه معرفة سطحية، فإحنا ما ينفعش نبعت في أي وقت، وما ينفعش برضو نبعت عارف أنت التكست اللي حد مثلا بيبقى بيحكي لك موضوع وكل كلمة بيبعتها لك في سطر اللي هو تسمع تن 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 ما تكتب لي باراجراف كاملة ليه كل كلمة في مرة واحدة؟ لا لا موضوع مزعج فعلا. بص يعني. انا بص يا رحمه انا شايف ان كل واحد فينا ليه خصوصيه، ده طبيعي بالزبط. جدا انما يعني في حاجات كده انت ممكن توضحها يعني في البدايه كده، لقيت ان في حد انت مسجل رقمه عندك وبيبعت لك، او حتى مش مسجل رقمه عندك وبيبعت لك، ابعت قول له من فضلك بلاش يعني، وضح الكلام ده مش عيب على فكره، دي حياه شخصيه بتاعتك انت مش عايز حد يقتحمها بشكل معين. لو هو ما قبلش الموضوع او هي لو ما قبلتش الموضوع من حقك تعمل بلوك عادي جدا يعني، الموضوع ما فيهوش زعل، احنا في الاخر خالص بنتكلم ان كل واحد فينا لازم يبقى عارف يعني الحدود بتاعته ايه، محدش يخترق خصوصيه حد غصب عنه ولا حد يعمل حاجه يعني مش لطيفه بالنسبه لحد تاني. واحنا في 2019 طبيعي جدا التكنولوجيا في حياتنا هتكون هي المؤثره، يعني السوشيال ميديا هي اللي بتاثر في حياتنا بشكل اكبر وبشكل كبير جدا علينا في كل حاجه، انما برضو ده مش معناها ان انت ممكن حتى على الماسنجر على الفيسبوك برضو تلاقي حد لو مش معاه رقم تليفونك يكلمك عمال على بطال كده كل شويه. لا وانت ممكن اغلس حاجه بقى فيديو كول مثلا. طب هو إيه؟ دي برضو مش الحاجات اللطيفه يعني اكيد انت ما عندكش 5000 واحد، ال 5000 واحد دول او اكتر او اقل او ازيد يعني مش كلهم مقربين ليك بشكل كبير، هتلاقي برضو ممكن تبقى عارفهم وفي منهم انت مش عارفهم خالص لان انت يعني ده حاجه يعني في حياتك كده غصب عنك ان انت ممكن في وضع حواليك الناس بشكل معين انت بتحبهم هم بيحبوك لكن مش اصحاب او مش متداخلين في حياه بعض بشكل كبير، فده ما يدوش الحق ان هو يكلمك في اي وقت او في اي لحظه كده تلاقي حد بعت لك كلام وانت كمان المفروض ترد عليه. لا ده ما انا شايف ان دي حاجه ترجع لي ودي حاجه في الخصوصيه مش حاجه يعني مش قاعده ثابته. لا دلوقتي احنا بقينا في عالم السوشيال ميديا بقى مهم جدا في حياتنا، بقى اهم من الحاجات الحقيقيه. لا الفيرتشوال لايف هي اكتر حاجه احنا شغالين بيها بالنا، حتى ساعات قابل حد يقول لك هو انت مش عامل لي فولو على الانستجرام دي ايه؟ انت اجرمت. انا حر على فكره اعمل لك فولو ما اعملكش فولو، الكونتنت بتاع حضرتك ما يعجبنيش مثلا. لا احنا احرار يا جماعه يعني خلي كل حد براحته بس لازم يبقى فيه سنس، لازم يبقى فيه شويه احساس كده، واحط نفسي مكان الشخص ده. مثلا نفترض ان اكس اللي انا هبعت له متجوز ولو انا واحده بعت له في وقت متاخر ممكن مراته تفهم غلط فعلا على فكره دي بتحصل يعني وبيحصل مشاكل اعمل له مشكله. انا لو اصدقائي المقربين مش هبعت لهم الليل متاخر عشان ممكن يبقوا يعني مع مراتاتهم مع خطيبته مع ما ينفعش ان انا ابعت له في وقت متاخر، وحتى سيبك من خطيبته ومن مراته في اوقات كده ما ينفعش ان انا ابعت فيها عشان كده كده ما تنفعش. ما ينفعش ان انا ارفع سماعه التليفون على حتى الكول العادي او على الماسنجر او على الواتساب او تلاقي فيديو كول عادي جدا باين لك انت بتكلمني انا ولا اعرفك ولا يعني بتكلمني ليه؟ بالظبط كانه حق مكتسب ده مش صح. بص يا جماعه يعني اداب واحترام الاخرين ده شيء ما يعبناش على فكره، دي حاجه طبيعيه جدا، بالعكس ده كان موجود زمان وهو مع الوقت ابتدى يختلف، انما ده المفروض ده يكون الطبيعي في حياتنا، يعني احترام الاخرين ده المفروض الطبيعي. زمان كان يعني مش هرجع طبعا احط مقارنات بالنسبه لزمان ودلوقتي لان العصر اختلف طبعا والوسائل كلها اختلفت بكل الاشكال وبطرق مختلفه، انما كان برضو يعني في رقي في الموضوع، بتلاقي حتى يعني المكالمه بتاعت التليفون دي بيبقى ليها كده رونقها في الموضوع، تلاقي حد بيكلم حد يقول له عشان اجي لك بكره ولا اجي لك بعد بكره وحتى الاسبوع اللي جاي،
معزز كده وبياخد وقته والدنيا تمام. دلوقتي بقت الموضوع فاهم سريع جدا ويلا بينا هوبا هوبا هوبا. لا والناس بتقفش على بعض علشان فاروق اونلاين وانا بعت له مسج وهو قراها وما ردش عليا، خلاص كده كارثه. يعني فاروق ممكن يكون في الشغل، ممكن يكون فتح المسج بتاعتي وهو هوا وما يقدرش يرد عليا، ممكن يكون اي حاجه. لا الناس بقت بتقفش على بعض، الناس بتقطع علاقتها ببعض عشان الواتساب. صح، اغلبيه الناس يا جماعه ما بقتش بتحط الاعذار للاخرين خالص، يعني مش عارف ليه بقى اي حد دلوقتي يعني خلاص طالما الحاجه بتاعتك دي انت ما تمتش في وقتها وما اتعملتش في الوقت اللي انت عايزه بنفس الشكل وبنفس الطريقه اللي انت عايزها يحصل كارثه كبيره جدا، وساعات بتوصل كمان لقمصة وبتوصل لمقاطعه وبتوصل فعلا لمشاكل. انت بتقول ده كله بيحصل ليه؟ يعني انا في غنى عن المشاكل دي كلها، كل ده عشان انا مثلا موجود بعمل حاجه انت مش عارف انا بعمل ايه؟ طب هخلص وهكلمك او هخلص وهكلمك. كل الحاجات دي يا جماعه لازم نحطها في الاعتبار، الاعذار دي مهمه جدا. حط في دماغك ان اللي انت بتكلمه ده مقرب مني كمان، اللي بيكلمه ده انت مش عارف هو بيعمل ايه في الوقت ده. فالتمسوا يا جماعه الاعذار لبعض، ده مهم قوي. ايوه بالظبط. تعالى طيب. ناخد راي امجد. يلا بينا يا امجد. مساء الخير. ازيك يا امجد؟ ازيك؟ ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. اتفضل، ايه رايك في موضوع الواتساب؟ انا هحكي لك القصه الاول لو ما كنتش متابعنا. في ست تمام. اماراتيه رفعت قضيه على حد كان بيبعت لها كل يوم الصبح صباح الخير، فراحت رفعت دعوه وهو فعلا يعني اكيد في عقوبه بقى، غرامه ماليه او اي حاجه. فايه رايك في الموضوع؟ هل لازم يبقى في اتيكات او اداب للواتساب، اوقات معينه نبعت فيها مسجات لبعض او حاجه؟ لا هو طبعا مبدئيا بس انا بمسي عليكم، هي انا كنت متابع الموضوع من اوله، والفكره كلها ان يعني هو استخدام التليفون ملوش كتالوج معين، ولكن فكره ان انا امسي على حد او ان انا اقول لحد صباح الخير، ده المفروض ان في ناس بتتمنى ده يحصل لها. بالظبط. هو الرجاله مظلومين يا جماعه، يعني الرجاله مظلومين يا جماعه، حرام عليكم والله. الرجاله على فكره ما حدش قال الرجاله. قول يا امجد قول. لا لا بجد الرجاله مظلومين، يعني انا اقول لواحده صباح الخير مش عاجب، ولو ما ردش عليها مش عاجب. طب انتوا هتخلوني مع الست ليه يعني؟ وكمان بتقول صباح الخير. الله عليك يا عم فاروق. بالظبط. فلا الموضوع صعب، وفكره ان تقاضي عشان بيقول لها صباح الخير، طب اعملي له بلوك، يعني الموضوع بسيط جدا. ايوه ما انا كنت بقول كده برضه. لو الموضوع فيه مشكله او صراحه ما تبعتليش، لكن انا ارفع عليه قضيه عشان بيقول صباح الخير. هو اكيد في ملابسات برضو احنا مش عارفينها، والخبر يعني زي ما بيقولوا كده اللي هو اجتزئ من سياقه، يعني اكيد في اتاخد فيه تفاصيل احنا مش عارفينها. تمام. بس ده توقعي يعني، لكن لو هو القضيه كده بس لا الموضوع طبعا الموضوع كوميدي ويضحك، يعني لان بالعكس ده الستات دايما بيلعبوا على الجمله بتاعت الاهتمام ما بيطلبش. فهو لا احنا بقينا في البوكس دلوقتي عندنا هاشتاج الاهتمام يطلب. اوكي. طب يا امجد قول لي، طيب انت مع الخصوصيه على السوشيال ميديا؟ يعني في اي وقت كده ما حدش يبعت لك اي حاجه، وكمان موضوع الماسنجر حد يبعت لك فيديو او يكلمك فيديو كول، عارف الجو ده اللي بيحصل في اوقات غريبه كده؟ بص انا مع الحريه على السوشيال ميديا، مش مع الخصوصيه. تمام. انت حر في تحديد خصوصيتك. انا يعني اللي بحددها. طبعا، لان انا حد بيتصل بيا فانا ممكن اعمل له بلوك، حد انا مش راغب في وجوده فانا مش مضطر، حد بيكتب عندي مثلا تعليق غير لائق او انا بكتب عند حد، هو كل واحد في النهايه حر. ويعني هي القاعده العامه زي ما بيقولوا انت حر ما لم تضر، طالما انا ما بضرش الشخص اللي قدامي يبقى انا حر، لكن لو شخص بيقتحم خصوصيتي فهو البرامج دي محدده لي اليات بتحفظ خصوصيتي بشكل كبير جدا. صح. ففكر بقى ان حد مثلا بيتقمص او بيتضايق او بتاع، فانا ما طب انا ليه اعرف الناس دي اصلا في حياتي؟ صح. يعني الدنيا مش ناقصه والله يا امجد. الموضوع ابسط من كده يا فاروق والله. اهدى من كلام كتير والله يا امجد. شكرا يا امجد. نعم. نورتنا جدا، شكرا جدا ليك والله. لا. بصي اللي عاجبني دلوقتي يعني حتى راي الشباب، كل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه وفي خصوصيه من غير ما اضرك، بس برضه من غير ما اضايقك، بس بفكر مختلف. يعني امجد من ضمن النماذج اللي أنا بتفكر برضه بشكل محترم جدا. البلوك والميوت ده حاجه لطيفه جدا جدا، من غير ما اضايق الشخص اللي قدامي ولا جرح ولا اروح ارفع عليه قضيه. يعني ايه اللي الاكستريم ده؟ لا بصي احنا بقينا دلوقتي في وقت يعني ان الناس حتى بتتضايق لو ما حدش عمل لايك لحد. ايوه انا انا بتخض يا جماعه والله بجد، الاقي حد من اصحابي يقول لي انت ما شفتش مش عارف اللي انا كتبته او اللي انا نزلته او الفيديو، فبقول له اني واحد؟ والله بيبقى غصب عني انا مش مركز، انا اصلا اكتر واحد على فكره، يعني السوشيال ميديا دي بالنسبه لي والجو ده شكلا يعني مش فعلا فاروق، يعني مش داخل فيها خالص، مش باين على السوشيال ميديا، رغم ان هو بيدخل يتفرج بس مش بيشارك يعني قوي. بالنسبه لي مش حاجه يعني، هي مهمه ومش مهمه.
لكن ما تاثرش في حياتي. فاهمه الفكره؟ لان ساعات بلاقي ان اوقات كتيره جدا من السوشيال ميديا باخد طاقه سلبيه غير طبيعيه. يعني مهمه وكل حاجه، انما مش لمرحله الادمان بقى، يبقى انا موبايلي في ايديا 24 ساعه على السوشيال ميديا، على الفيسبوك او حتى الواتساب. انا حياتي كلها عباره عن 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 موبايل ماسكه في ايديا. لا طبعا، برضو في حاجات تانية بالنسبه لي احلى. بحب اشوف اتفرج على الافلام. انا بعشق الافلام جدا، بحب اتفرج على الافلام، على مسلسلات، على مسرحيات، فاهمه؟ يعني حاجه تفيدني. ايوه يعني، ولا يعني. وحاجه انا عايزين ناخد طاقه ايجابيه اليوم، مش ناقص يعني برامج بالظبط انبوكس. احنا قلنا نقول لكم الخبر اللطيف ده ونضحك معاكم شويه ونتناقش معاكم شويه في موضوع الواتساب واداب الواتساب. احنا نطلع فاصل سريع، وبعد الفاصل هنتكلم عن هوس عمليات التجميل. خليكم معانا. يلا بينا. يا جماعه، طبعا ما حدش يقدر ينكر ان حصل طفره كبيره جدا جدا في طب عالم التجميل، وطبعا ده بيفرق اكيد رحمه مع ناس معينه نفسها يعني ممكن تعدل من حاجات بسيطه لو فيها مشاكل بسيطه عندها. انما طبعا يعني الحاجه اللي بيزيد عن حدها بتقلب لايه؟ لضدها. بالظبط كده. يا جماعه، احنا عايزين نقول لكم على خبر برضو، حاجه برضو من كام يوم. فتاه صينيه اسمها لي عملت عمليات تجميل وصرفت حوالي 2500 دولار علشان تعمل بقى عمليات تجميل، واحنا عارفين ان في ناس عندها ادكشن بموضوع عمليات التجميل. ليه كانت عايزه تعمل عمليه؟ علشان تكبر فتحه عينيها، علشان احنا عارفين ان الحته دي الصينيين ولا حته اسيا عموما بيبقى بيحبوا عينيهم تكبر. انت عارف احنا على طول بنبقى مش عاجبنا نفسنا، عايزين نعمل الحاجه المختلفه. للاسف ليه دلوقتي ما تقدرش تقفل عينيها، يعني ما تقدرش ترمش، وبتنام وهي مفتحه وتعبانه جدا وبتعاني من ارق. وحتى الدكتور كان بيقول لها ان احنا نصلح الموضوع، هي قالت لا، عايزه اخد اللي هو اسمها ايه، غرامه، مش غرامه، تعويض. خدت تقريبا 5000 دولار بس ما رضيتش ان هي تعمل عمليه ثانيه للاسف. كانت عايزه تجمل فشوهت للاسف الشديد. يعني هي عينيها هتفضل مفتحه كده؟ مفتحه، مش هتعرف ترمش. واكيد طبعا في اعصاب اتلمست، اتضرت، يعني في حاجه اكيد يعني. والله بصوا يا جماعه، يعني ما اعرفش، في حاجات كده بحس لما بنقرب لها بتقلب بشكل عكسي. يعني هي كان شكلها والله في الاول لطيف جدا وكل حاجه. يعني هو ربنا خلقنا كده، كل واحد لينا ليه مواصفات وليه شكل، واللي عينيه واسعه واللي عينيه ضيقه واللي مناخيره مش عارف عامله ازاي واللي ودنه كبيره واللي ودنه صغيره. ده طبيعي جدا في حياتنا يعني. انما اروح عشان اغير من 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 عينيا ووسعها شويه فيلعبوا في جفن عينيا ويوسعوه ب 2500 دولار عمليه اولى، وفي لسه عمليه ثانيه عملتها برده، والدكتور بيقترح عليها لسه عمليه ثالثه عشان خاطر يصلح عينيها، عشان يخليها بس يعني ترمش. فاهمه يعني؟ الموضوع يعني وصلنا لمرحله صعبه جدا، ان احنا عايزين نرجع زي الاول. يعني احنا اللي كان في ايدينا في الاول اصلا الموضوع بسيط وعادي جدا، لما باظ عايزين نرجع تاني زي الاول. فدي طبعا من الحاجات الصعبه جدا احنا بنشوفها. كمان برضو في من ضمن الحاجات في برضو مشاكل تانية. لا، انا عايزه برضو اقول على ليه حاجه تانية، ان هي غير ان هي مش هتعرف ترمش تاني، كمان عندها مشكله في الرؤيه، الرؤيه بقت ضبابيه، وغير المعاناه بتاعت النوم. هي بتقول ان هي اكتر المعاناه بتاعتها وقت النوم عشان ما تقدرش تقفل عينيها. الحمد لله الواحد على نعمة حتى ان هو بيرمش. يعني بص، النعمة ساعات بتبقى في ايدينا واحنا بنبقى مش يعني مش مفكرين في ان ممكن الريزلت تفشل. فاهم الفكرة؟ ممكن الدكتور ده ما يبقاش اشطر. لا، هي الفكرة رحمة ان احنا شايفين الحاجات اللي ربنا كاتبها لنا ومخليها لنا فينا دي، ان هي حاجات طبيعيه او حاجات ممتده معانا مدى الحياه، ان هي دي ده شيء يعني ثابت. لا، اي حاجه ممكن تتغير لو انت مش بتحمد ربنا عليها، لو انت مش شايف فعلا ان هي ليها تاثير بشكل كبير جدا عليك وعلى شكلك وعلى هو انت لاقي على بعضك كده، انت ابيض، انت اسمر، انت مش عارف عينيكي عامله ازاي. ده وصلوا رحمه المرحله يعني بيغيروا لون عينيهم. ده حقيقي، يعني اكتر اللي من هي عمليه مش لينسز زي الليزر. بيصبغوا عمليه بيصبغوا الجزء الداخلي اللي هو عند النني ده اللي بره ده، مش عارف بيسموه ايه، بيصبغوه باللون اللي انت عايزه. طبعا العمليات دي كترت جدا في العالم، وعلى فكره العمليات دي يعني تعتبر عمليات مجرمه دوليا، لان انت العمليه دي بعد فتره لازم يعني لا قدر الله هيحصل انت تغير مش عارف بيقولوا قرنيه ولا تغير مش عارف ايه، بتسبب مشاكل كبيره جدا على يعني على 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 وقت برضو مش كبير في حياتك، وانت شاب وانت برضو شابه جميله كده،
ليه بتغيروا في لون عينيكم؟ موضوع صعب قوي. بصوا يا جماعه، هو طبعا احنا ما نقدرش ننكر ان عمليات التجميل سهلت حاجات كتير جدا، كمان عمليات التجميل خلت الناس اللي مش واثقه من نفسها عشان عندها عيب خلقي بقى في ايدهم الحل ان هم يروحوا يصلحوا. في ناس كتير عندها مشاكل في مناخيرها شايفاها كبيره، في ستات كتير فاقدين الثقه بالنفس علشان شايفين في جسمهم او في وشهم حاجات مش مخليها حاسه بانوثتها، يعني تروح لدكتور التجميل علشان يصلح لها العيوب دي. ده حلو قوي لحد هنا. بس ان احنا نبالغ ان احنا نوصل نشوف بنات عندها 14 و15 سنه في امريكا، في فيديوز كتير جدا بنشوفهم بنات صغيرين جدا حتى في سن مراهقه يروحوا يعملوا فيلر وبوتوكس. يا جماعه الفيلر ده بيملى الحاجات الفاضيه زي الشفايف مثلا، زي الخدود. البوتوكس بيشيل التجاعيد، فالبوتوكس ممنوع منعا باتا لاي واحده او لاي حد، عشان الراجل والستات بيعملوا بوتوكس على فكره، لاي حد اقل من 30 سنه. احنا بعد ال 30 نبدا نشوف تجاعيد او نبدا نشوف الكرمشه بتاعت الجبينه. لحد دلوقتي عن 27 سنه الحمد لله لسه ما طلعتش. فالبوتوكس حلو والفيلر حلو برضو، بس مش بنات في السن الصغير ده. في مصر والله يا رحمه، كمان في مصر، في مصر الوطن العربي 18 و19 و20 سنه بقى ده خلاص. أيوة. ده الطبيعي بالنسبه لنا. أيوة. ان نلاقي بنات صغيرين رايحين يحقنوا وشهم او رايحين يعملوا حاجات مختلفه. طب انا مش فاهم ليه. طبعا احنا يعني الرياضه هي المهمه طبعا. انا بص، الرياضه والاكل الصحي والنوم الرياضه مهمه كويس جدا، وهتخليكي زي ما انت وهتخليك زي ما انت. انا مش مع انا مش ضد عمليات التجميل، بالعكس انا مع عمليات التجميل جدا جدا، وشايف ان هي طفره في عالم الطب يعني بشكل علمي. صح. جدا ان انت ممكن لا قدر الله لو حد عنده مشكله ما انت بتعدلها له وبتصلحها له وبتخليه يرجع تاني للحياه ولصحته في نفسه. صح. لكن انت دلوقتي وانت دلوقتي انتوا حلوين زي الفل، ليه بقى لسه صغننين؟ بالظبط كده. مش معنى ان ممكن يعني حد من العيله عندها، حد من العيله عندها مامتها او خالتها او ايا كان الموضوع ايه، حد ممكن فوق السن شويه فبيعمل الحاجات دي، فاحنا كمان لازم نقلده. لا يعني بلاش التقليد اللي هو السريع ده بسرعه، خليكي مع الوقت لما تحسي ان انت الموضوع عندك فعلا بقى فيه مشكله وظهر لك التجاعيد والحاجات اللي هي بنتكلم عليها دي بالنسبه لكم يعني. اعملي الكلام ده، طول ما هي ما ظهرتش ومش موجوده خلاص انت زي الفل. بالزبط. وانت 100 100. بالظبط. عشان بعدين المشكله لما بعدين بتندم مش هترجع ترجع نضاره البشره زي الاول او الحاجه اللي ضاعت زي الاول. طبعا السوشيال ميديا ليها دور كبير جدا، واحنا انا وفاروق هنفتح موضوع السوشيال ميديا بعدين ونقول ليه السوشيال ميديا اثرت تاثير كبير جدا على الشباب او على الشابات الصغيرين اللي بيبقوا صغيرين جدا في السن فعلا، تخليهم عندهم هوس او ادكشن بموضوع التجميل. بس انا عايزه احكي لكم على الناس اللي بتحب تقلد المشاهير. مثلا اكبر مثال عندنا في العالم مين؟ مايكل جاكسون. مايكل جاكسون عامل تقريبا اكتر من او حوالي 100 عمليه تجميل، حدد دقنه مش عارف ايه، وصل ان هو غير لون بشرته اللي كان انا شايفه ان لون بشرته الاولانيه كانت حلوه جدا، راح غير لون بشرته وخلاها وبقى ابيض. يعني بقى بشرته فاتحه جدا ما بقاش اصفر. هو عمل يعني هو لا مايكل جاكسون كانت طفره والبدايه في عالم التجميل، في طب التجميل، ان هو يعني الناس مره واحده لقت ان في بني ادم بشكل ومواصفات معينه مره واحده اختلف تماما. ايوه بس بعدين مناخيره باظت. من مناخير والتنفس والكلام ده كله حصل مشكله عنده بس. ولون البشره تغييرها، وطبعا كل حاجه احنا شفناها في التوقيت ده كانت بالنسبه لنا حاجه يعني مرعبه في عالم التجميل. ده حاله يعني، ده من ضمن الحالات اللي يمكن مايكل جاكسون مثلا ان هو كان بدا الموضوع، وطبعا في غيره من النجوم اللي كانوا كمان وقتها يعني عملوا برضه عمليات تجميل. بس كان دايما مش معتاد ان احنا نشوف ان في رجاله بشكل كبير ممكن يعملوا عمليات تجميل، لان دايما عمليات تجميل رحمه الاغلبيه بتكون للسيدات او للنجمات يعني، فاهمه؟ فده بقى خلاص موجود دلوقتي حتى يعني في الواقع دلوقتي ان احنا للرجاله. للرجاله، وهنشرح بعدين للرجاله دي حاجه ما تعبش الراجل خالص، بس المهم ما تزيدش عن حدها. احنا معانا تليفون من نوران، عايزين ناخد رايها في الموضوع. يا نوران. هاي، ازيكم؟ ازيك؟ ازيك نوران؟ تمام. يعني ايه رايك في موضوع هوس التجميل ده اللي بدا يظهر حتى على بنات صغيرين جدا في السن، عندهم 15 16 لحد 20 سنه بيروحوا يعملوا فيلر وبوتوكس، ايه رايك؟ بصي، هو موضوع التجميل بقى منتشر بشكل يعني صعب قوي،
تقريبا ما بقاش فيه حد، يعني لازم تلاقي في كل يعني 10 ممكن تلاقي على الاقل 2 3 عاملين عمليه تجميل بقى. بعيدا ان حد طبعا بيقول يعني بقاش حد، بس حتى لما بيعمل بيقول لا انا عملت، لا ده انا كده طبيعي. صح. فالموضوع بقى اوفر قوي، مع ان باين يا فندم باين ان انت عملت عمليه تجميل. حضرتك وعمر مناخيرك والله. لا انا ايوه وعندنا صور بيفور اند افتر. ايوه والموضوع طلعت باينه. الموضوع يعني لا بقى كتير قوي صراحه. لا بس هو المقلق كمان اللي هم سنهم صغير، يعني ممكن كده واحده سنها كبر محتاجه ان هي تعمل بودكس تشد مش عارف ايه الحاجات دي. ايوه الحاجات دي الست دايما بتبقى حابه ان هي تبقى شكلها احلى دايما. لكن هو الموضوع المخيف، لكن البنات الصغيره لا صعب. انت لسه وشك. طب ليه بقى يا نوران من وجهه نظرك شايفه ان في بنات صغيره دلوقتي بيلجأوا للحاجات التجميليه بشكل اكبر؟ لانهم شايفين لا انا عايزه ابقى حلوه قوي. طب ما هي حلوه، هي جميله، وعايزه ابقى شبه دي. هي شايفه ان هي لسه، لا هي مش. طب ده بيرجع لايه بالنسبه لك؟ بصي هو دايما التي في بقى والانستجرام والصور المصريين كل يوم. لا دي بصي هي يعني انستجرام وسوشيال ميديا. بصي مناخيرها صغيره ازاي، لا خدها العظمتين باينين، نحت مش عارفه الفك، يعني فاهم دايما كل شويه بيظهر موضه كده غريبه يعني. شويه تظهر المناخير الصغيره دلوقتي، لا باين الشفايف اللي بتبقى منفوخه، لا يعني هو شفايف كده. هو في موضه لكل حاجه، يعني في موضه للمناخير، موضه للشفايف، أيوة. موضه للودان. بقول لك شفايف لازم كده كده، تخيل كده لازم كل شويه. يا حلاوه. يا حلاوه يا اولاد. هي بتبقى موضه، هي موضه وكله ماشي وراها مش اكتر. تمام. ما الناس زمان كانت حلوه جدا، الممثلين كانوا فعلا جمال جدا من غير اي حاجه. طيب نوران قولي لي، لو جات لك الفرصه ان انت تروحي تعملي عمليه تجميل او حتى تعملي تاتشات، هتروحي بصراحه؟ لا صراحه يعني مش، او مش حابه، مش كارهه حاجه في وشي او مش كارهه حاجه في شكلي. ممكن اكون محتاجه يعني نعم شويه، بس مش قوي يعني. محتاجه ايه؟ ان انا أخف شويه. طيب ما ده ممكن يتم عادي، تروح الجيم. بس يا نوران دلوقتي الموضه، البنات المليانه لما تبقي كل ما تبقي مليانه شويه كل ما تبقي على الموضه اكتر. اسمعي كلامي. ايوه ما بقول لك هي دي الموضه، الكيربي بنت الكيربي دي بقت الموضه دلوقتي. والله انا شايف اعملي اللي يريحك يا نوران. لا موضه ولا مش موضه، مش كل الموضه بتنفع. ما انا مش كارهه حاجه. اعملي اللي يليق عليكي انت، ربنا خلقك كده، اعمليه وظبطي نوران. اسمعي كلام اختك ورحمه نفسك. نورتينا جدا يا نوران. باي باي يا نوران. باي باي. باي باي. عارفه يا رحمه المشكله في ايه دلوقتي؟ ان بقت في رجاله بشكل كبير جدا بقت هي اللي مهتميه اكتر بعالم التجميل. صح. ودي كارثه بالنسبه لي بقى. معلش. معلش انا وجهه نظري لا مختلفه بقى. هنصف انا الرجاله النهارده. ما نروح الجيم ونتمرن وناكل صحي وخلاص وخلصنا. ايه تجاعيد ومش تجاعيد والكلام الفاضي ده؟ في رجاله بيبقى شغلهم معتمد على الكاميرا بشكل كبير. بجد والله. وانا بالنسبه لي ده، لا ده انا مش بعيبه في الراجل خالص، انا هو بدافع عنه ان هو يروح بوتوكس يشيله شويه تجاعيد، يروح يحقن فيتامينز علشان نضاره البشره، ده مش عيب. العيب فين؟ ان احنا يبقى عندنا ادكشن، ان الراجل يبقى عنده ادكشن بالموضوع، كل شويه يبقى خلاص بقى مهووس بالموضوع، باصص لنفسه في المرايه كل يوم، ايه ده طلع مش عارف ايه. بس التاتشات الخفيفه خصوصا لو بدأ عارف اخر الاربعينات، عايز يخلي نفس يعني يحافظ على شبابه، انا معه جدا مفيش مشكله، خصوصا لو هو مقتنع ولو هو شغله بجد كاميرا طول الوقت وهو ظاهر وهو حد من المشاهير، ليه لا؟ انا مش ضد. بص انا بالنسبه لي الراجل عامل زي الجبنه الرومي، كل ما يقدم بيحلو. صح. دي وجهه نظري. أنا كل مش ما يعني عامل زي الجبنه الرومي كده، ايه لا كل شعره يفضل ابيض، جبنه جميله كده ما انا معاك برضو، بتاخد وقت من الزمن تحس ان هي بتغلى اكتر. انا معاك برضو شعره يفضل ابيض كده الشيب، انا بحب الشيب في الراجل جدا، يبقى كده محافظ برضو على نفسه وعلى وشه، حاجه حلوه. بس يا جماعه اي حاجه تزيد عن حدها تقلب لضد. بالظبط. انا شخصيا بس لك في الجبنه الرومي جعانه والله، جعانه عايز سندوتش. استاذ حاتم بيقول لي طلعيني فاصل 3 مرات. حاضر يا استاذ حاتم. قولوا له قولوا له عليه شويه. انا عاجبني موضوع يا استاذ حاتم، انا نفسي اكمل الكلام فيه. احنا فقرتنا دي خلصت، هنروح الفقره الجايه لسمر رأفت وللرسم خصوصا على الوجوه. خليكم معانا. يلا بينا. يا جماعة الموهبة بتفضل كل جوه كل واحد فينا لحد كده ما تعافر وتطلع وتخرج للنور. ده اللي حصل معانا مع سمر رأفت، من وهي صغيرة بتحب جدا الرسم
وكمان بتحب الفن التشكيلي كده يعني بشكل خاص، وبتحب ترسم بقى على الإزاز وعلى الأخشاب وعلى حاجات تانية برضو مختلفة، من ضمنها الرسم على الوجوه. هنعرف بقى منها يا ترى الموهبة دي كمان إزاي نمتها وحبتها بشكل أكبر من سمر رأفت. إزاي كسمر؟ إزاي كمان؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. منورانا. كويسة؟ الحمد. طيب الحمد لله. احكي لنا الأول، جات لك الفكرة إزاي إن أنت ترسمي على الوشوش؟ جات لي الفكرة، أنا كنت برسم أول حاجة بدأت أرسمها وأنا صغيرة الرسم عادي بالقلم الرصاص على الورق العادي. فكنت بجرب في كذا حاجة، ومنها كان البورتريه اللي أنا جربته، بس الموضوع ما كنتش حاسة خالص إن أنا حابة الموضوع، يعني كنت برسمه بحس إن أنا مضطرة إن أنا أعملها. يعني لما حد يطلب مني أنا عايز رسمة فلانية، ساعات كنت بعملها ساعات كنت بحاول اطفشهم بصراحه، عشان كان يعني ما كنتش ببقى حاسه الموضوع، هو انا بنقل الصوره زي ما هي بالظبط، مفيش فن، مفيش اي حاجه، يعني بحس حتى مش من حقي احط الامضاء عليها. ان انا بنقل الصوره اللي المصور صورها، بس مش سهله برضه على ما اعتقد، يعني انك ترسمي حد بتفاصيله بشكله بتفاصيل يعني شكله مش حاجة صعبه يعني، بس تدريب الممارسه. يعني انا بعرف ارسم بورتريه بس مش حباها قوي. وعشان انا مش حباها طبعا ما عدتش اجرب فيها كذا مره، فمش بروفيشنال طبعا فيها. طب انت ما فكرتيش ان انت تنمي الموضوع انك ممكن تدخلي فنون جميله مثلا؟ انا كان نفسي طبعا ادخل فنون جميله، بس انا كنت عايشه في السعوديه. تمام. فعلى ما كنت جايه المفروض على اخر سنتين هنا، وعلى الجامعه ما كنتش عارف النظام قوي، فكنتش عارف ان في امتحان قدرات قبلها. تمام. فعلى ما عرفت وكده كنت اتاخرت وتنسيق وكده، فاضطريت طبعا ادخل طب اسنان. طب اسنان؟ طيب دي حاجه كويسه برضو، دي فيها فن هايل والله لحد ما. يعني طيب قولي لي يا سمر، انت بتستخدمي ادوات ايه في الرسم عموما؟ يعني على حسب الحاجه اللي برسم عليها، يعني لو قماش لازم الوان قماش. كل حاجه ليها الوانها المخصصه ليها يعني. بالظبط. اوكي. طب والرسم على الوشوش بياخد منك وقت قد ايه تقريبا؟ هو على حسب يعني، بس يعني هو 5 ساعات 6 ساعات بس كله، مش على الوشوش لا، يعني انا لو هرسم البتاع كامله بالخلفيه باللبس كل حاجه. اوكي. ايوه في الاخر لوحه يعني، فالحاجات دي اللبس وكده بتاخد وقت كتير. انت بتعملي لوحه تشكيليه على البني ادم؟ على البني ادم كله. صح. بدل ما ارسمها بالرصاص او بورتريه برسم على الشخص وبصوره. يعني انت مش بتعملي زي الرسومات التقليديه العاديه على الوش اللي هي ميكي وبطوط مش الحاجات دي؟ لا لا لا، هي كاني ماسكه لوحه وبرسمها في الاخر بصورها من وجهه نظري. اصل دايما انا باخد اللي هو الحاجات بتاعت الاطفال هي النمر والاسد، عارفه الجو. يعني خديني على قد عقلي. الصوره دي ايه؟ كلمينا شويه عن الصور دي. دي صور ناس اصحابي كنت بجرب عليهم الموضوع. أوكي. كانوا متقبلين قوي الوضع يعني. دي اكتر واحده تعبت معايا بصراحه في الموضوع. بس الشغل ده كله ما فيهوش اي حاجه فوتوشوب؟ لا. هو بس بظبط الاضاءه بس. اضاءه. طيب بس انت مفيش مسج ورا الرسومات دي؟ يعني مفيش، يعني انا بحاول اوصل بيها احساس معين. يعني ايه مثلا؟ دي احساس ايه اللي عايز توصلي بيها اللي فاتت مثلا وهي ماسكه الفرشه؟ ده جبل ده ولا ايه؟ دي مثلا عايزه توصلي بيها ايه؟ مش كل مش عارفه اوصف لك الاحساس. حزن، حيره، اكتئاب، عمق ممكن نقول. يعني احساس احساس مش هقدر اوصفه. أوكي. بس اللي هو يشوف الصوره يحس بيها. يعني انت عندك التعبير اكتر، عندك بتعرفي تعبريه من خلال الرسومات، انت محترفه. بجد والله يعني. برافو عليكي. طيب انت بتختاري الاشخاص دول ازاي؟ يعني انت بتختاري الشخص اللي هترسمي التابلوه عليه ازاي؟ طبعا انا دلوقتي بيشدك في حاجات معينه مثلا؟ انا دلوقتي انا بختار الناس اللي انا عايزه ارسم عليهم، يعني مثلا في فلانه انا هتقدر تديني. لا ثانيه واحده معلش، دي رسمه عاديه. ايه ده؟ ده رسمه دي رسمه عاديه بس حلوه قوي. كانه في الميه، كانه واقع في الميه. حلوه قوي قوي دي بجد. دي الوان زيت. كملي لي بقى. دلوقتي عشان انا برسم وبحط الصور عندي على البيج، فبختار يعني ناس معينه، مثلا حد هيقدر يديني احساس حزن، فانا بختار وشوش معينه هتناسبني في الحاجات دي، تبقى حزينه. لكن بعد كده لما اكبر الموضوع، لو اي حد عايزني ارسم عليه هضطر الاول اقعد اتكلم معاه وافهم شخصيته عامله ازاي، عشان اعرف اديله حاجه هو حاببها او حاجه هو حاسسها. اوكي. بس فدلوقتي انا بختار اللي انا عايزاه. دي جميله قوي دي برضه. ده رصاص. لا رصاص. رصاص. حلو برضه جدا. النمر ما شاء الله برضه. ده رصاص برضه. ده رصاص.
دي كلها بتختلف طبعا، يعني المواد اللي بتستخدميها في الرصاص او اللوحات اللي هي ابيض واسود دي مختلفه عن الحاجات التانية. كل حاجه ليها حاجه، يعني حتى اللوح بتختلف ساعات الالوان دي على كمان على الاحذيه. ده سبراي بقى ولا ايه؟ لا لا دي الوان عاديه. في بتثبت؟ بتثبت؟ بتثبت وبضطر انا احط لها مثبت لون طبعا. دي جميله قوي. حلوه قوي. برافو عليكي. يعني اي يعني انت مثلا جزمك في البيت اللي بتزهقي منها ممكن تغيري شكلها. وملابس كمان حلوه بصراحه، بتعملي فيها شغل كويس. يا سيدي دي الوان قماش. يعني الافكار بتجيلك من ايه؟ يعني بتجيلك منين؟ هي مش انا مش افكار، بس انا ساعات بنام بصحى اللي هو انا نفسي ارسم على الهدوم. هي جات لي كده. انت احساسك موديك بيوديك يعني انا ورا احساسي ماشيه. ما انا عارف ده نحاس، يعني اي حاجه بتيجي قدامي برسم عليها. لا ما انا فاهم، يعني اي حاجه قدامي بترسمي عليها، لكن الرسمه نفسها يعني انا شفت معاكي اكتر من رسمه، حاجه فنون تشكيليه. خيالك هو زي ما يوديكي وقتها، ولا انت بتبقي مقرره ان انت هترسمي الرسمه دي؟ لا هو مش قرار، بس يعني لما بحس ان انا عايزه او عايزه نفسي ارسمها برسمها، بس مش اللي هو انا النهارده ارسم كذا وبكره كذا وبعده كذا. زي ما تطلع يعني. زي ما تيجي تقعدي تعملي الحركات. مش بدي لنفسي وقت في الرسم، يعني مش بقيد نفسي. يعني ممكن تبقى تاخد منك 5 دقايق، ممكن تاخد منك 5 ايام عادي، ممكن سنه سنتين عادي. يعني في لوحه عندي في البيت لسه ما كملتش بقالها سنه، بس عادي كل ما احس ان انا عايزه اكمل فيها برسم فيها. علشان ما هم الفنانين كلهم كده يا فاروق. يعني هي يعني فعلا هي بس بتعمل يا جماعه الحكايه دي علشان بس يعني الروقان. انا بحس انا بخرج بره المود من خلال الرسمه الريشه يعني بتاعتي. هدفي مش هدف مادي خالص. طيب سمر، بصي انا هسالك دلوقتي سؤالين بس عايزك تركزي كويس جدا. هل الالوان اللي بنتي بترسميها على البني ادمين مضره بالنسبه لهم ولا لا؟ وثانيا بقى السؤال الاصعب، لما بيمسحوا اللي رسمتيه بقى من جسمهم ومن وشهم بيبقى احساسك عامل ازاي؟ نجاوب على السؤال الاول. الالوان اللي بستخدمها هي الوان اكريليك بس مش مضره للبشره. طبعا في بشرات حساسه كده كده، بس ده بنتعامل معاه يعني بحط يا اما كريم قبلها او برايمر كده. بس الالوان مش مضره، بعد كده هي بتتشال على طول يعني. ماشي. الميه كده بتتشال عادي. طيب ولما يجوا يمسحوا شغلك عليهم؟ انا شعوري ايه؟ انا ببقى متضايقه قوي. يعني ببقى نفسي يفضلوا كده. يعني زي شعور لما اللوح اللي عندي او الحاجات اللي عندي في البيت، ناس كتير بتبقى مثلا انا عايز القطعه دي او كده، انا بحس يعني انت بتاخد حاجه مني. فانا بتبقى نفسي تفضل زي ما هي. والله ربنا معانا بقى، تعالي نجرب. تيجي نجرب بقى نعمل حاجة تشكيلية كده على وشي. هترسم على وش فاروق فهنتبسط. يلا بينا. يلا انت بقى، انت عبري بقى عن احساسك بالشكل اللي انت فيه دلوقتي، يعني ولا انت محددة؟ ايه لا مش محددة. مش محددة. زي ما تيجي تيجي. زي ما تيجي تيجي فيا؟ طيب. يعني انت مش عارفة انت هتعملي ايه، ف انت هتعملي الحاجة اللي انت في حاجات باخد بالي منها اللي هي زي الضوء، يعني حتت معينة لازم تبقى منورة عشان الإضاءة جاية عليها وكده. زي أكني برسم اللوحة بالظبط. تحبي تشوفي إيه؟ أنا عايزة أشارك معاها والله. طبعًا. يعني أنا خايفة تزعل مني، بس أنا هحاول إن أنا أفضل في مكاني ما أعملش أي حاجة. دي ألوان هي دي الألوان الأكريليك. دي ألوان طبيعية بقى. إيه؟ الوان مش مضره للبشره اكيد. طبعا عشان بخاف على بشرتي انا. كنت بحط عليها زيوت برضه عشان ما تبقاش مضره. قول بسم الله. شايفه كده؟ شايفه. ما تيجي قدامي انا. طيب ما تضحكيش. ما تحس وشك ملزق بس. ملزق؟ حاطط ماسك يعني. ياما عملت علم مصر على وشي رحت الاستاد. تحيا مصر يا اخوانا. تحيا مصر صح. الدو ده لون تركواز يا جماعه. طب ممكن اعمل وش ليكي اكتر كده ولا بني؟ ده بني في تركواز. بني في تركواز. اوكي. انا اول حاجه بحدد الحته اللي المفروض تبقى غامقه. بتعمله كانه كونتور يا جماعه. بالظبط اكني بعمل كونتور عادي. يا سيدي ايوه والله كنت هقول لك يا سمر اعملي له حاجه كده والله. دي لوحه تشكيليه بقى. طب ايه اللي في دماغك؟ طيب فهميني قبل إيه؟ ولا احنا نكتشف مع بعض؟ احنا هنكتشف. انا مش عارفه انا هرسم ايه بصراحه. طبعا هتعمل الابيض في الحتت اللي المفروض تبان فيها. هتعمل الحاجات البارزه نحط فيها الابيض. مش كده يا سمر؟ عايز نعمل لك دقن ولا لا؟ اي حاجه بقى، فوطه ساقعه فوطه سخنه لو عارفه اللي هو الوش.
دي كده بس ما تحكمش دلوقتي والله حلويتي فانوس 3D لا حلو في شعر هنا والنبي شيل حلو هو انا بقعد اعملها الاول بقى يعني بخلي البيز كله على الالوان يعني اللون الطبيعي بتاع البشره متدرج بعدين ببدا بقى ازود الوان عليه تمام هنكتشف مع بعض طب هل انت مرتبطه مثلا بخلفيه ورايا او حاجه تزود اللوحه دي او تزود الشكل هو انا عامه يعني؟ لما باجي بعملها لازم الخلفيه واللبس كل حاجه بتبقى مرسوم عليها ولازم الشخص يبقى جاي بإرادته كاملة يعني طبعا هو أنا غصب عني وإرادتي برضه عامل زي الهنود الحمر عارفة الهنود الحمر أيوة بس يا فاروق بقى خلينا نكمل اللوح أهو في أكتر من كده يومين المطر اللي فات أنت طبعا ما تقدريش تشرحي لنا أنت بتعملي إيه بالظبط يا سمر هو يعني اللي هقدر اقوله إيه؟ هو انا ممكن اساعدك ارسم معاكي لا خليك يا روح بتكلمك على فكره انا فنانه يا فندم انت عارف يعني طبعا حاجات مجسمه لا يعني احنا عايزين نعرف انت بتعملي ايه طيب شويه يعني زي ما شرحنا في الاول ان احنا بنعمل كونتورنج بنشوف ايه الاماكن اللي احنا محتاجين نعمل لها ظل وايه الحاجات اللي تنور دلوقتي انت بتعملي ايه دلوقتي انا بعمله ده يعني بصراحه بجد بس انا اللي بعمله لا جبت حاجه جديده يا سمر بتعملي دقن فعلا طيب كملي في الدقن ماشي دقن بشكل مختلف يعني هي الهدف من الموضوع كله انه انا في الاخر هرسم عليه بعدين هصورها تطلع كانها لوحه مرسومه اوكي بس طبعا بس انت طبعا بتطلعي حاله او احساس بعد ما تخلص لما اخلص رسم عليه بطلب منه بقى يديني احساس معين انا اللي اقول لك احساس يدخل في المود لا هو يعني انا هقول لك ادخل في مود معين افرح مثلا ما عشان كده دي حاجه ماشي. لازم الاول ابقى قاعده مع الشخص وبتكلم معاه طيب انت اتكلمتي معايا اهو حلو لا يعني اهو فين بصوت هي فعلا بتعمل دقن يا جماعه فعلا يعني احنا مش باينه الدقن تحس ان انت بتعملي 3 دي صح؟ هي الالوان اللي في ايدك دي يا سمر بترسمي بيها لناس تانية يعني لناس تانية في حاجات تانية يعني في الورق مثلا بترسمي بنفس الالوان دي ولا الالوان دي للوش بس؟ لا الالوان دي للوش بس هي ينفع ارسم بيها اللوح اللوح الالوان مش على القماش طب قولي لي يا سمر انت قلتي لي ان انت لازم تتكلمي مع الشخص قبل ما ترسمي في وشه ليه بقى عشان افهم يعني هو الشخص في ناس مثلا كآبه باينه عليها في ناس تحب في حد فريحي شويه على حسب كل واحد حابب ايه طب انت ما سالتنيش في ناس بتحب ايه ما سالتنيش ليه اسالك لما اخلص بس انا بحاول اعمل حاجه سريعه عشان الوقت لا بس مش ما كروتكش يعني طيب ايه اللي ايه الاصعب يا سمر الرسم على الوش ولا تغمس والله مش مصدقه لا ما تقطعش عليا يا استاذ باجوري انا كفايه عليا فاروق ايوه اوكي بلاش تخش يا بيجو قوي كده جوه وش طيب ايه اصعب الرسم على الخشب الرسم على الخشب ولا الرسم على الوش؟ يعني الرسم على الخشب والورق والحاجات دي ايه اصعب حاجه في الرسم؟ اصعب حاجه بعملها اصعب حاجه بعملها الرسم على الخشب والسبرتات وكده عشان دي بس الوش سهل يعني بالنسبه لي لكن الخشب وكده بيبقى محتاج دقه اكتر يعني بدي وش والتاني والتالت لازم في الاخر يبقى كله فلات عشان دي حاجه تتحط زي ديكور وكده اوكي ده احمر اعتقد ها طبعا انت مش هتيجي يعني ايه ده حلوه لا في والله حلوه فعلا انا دلوقتي لما ركزت فيها حسيت ان هي حلوه جدا طيب انا عايز بقى اكبر مناخيري شويه طيب كلميني يا سمر عن ردود فعل الناس اللي يعني بترسمي طبعا في لوحات على وشوش الناس وبعدين بتنزليها على البيج عندك على الفيسبوك ردود فعل الناس بقى عامله ازاي في ناس جميله
جميل. في ناس كتير قوي بيعجبها الموضوع، بس طبعا في اللي بيقعدوا يتريقوا وكده. على فكرة احنا والله مش بنتريق، احنا بنضحك بس عشان متعودين على فاروق. والله حلو بس انا اول مره اعمل حاجه على الهوا كده. لا والله العظيم حلوه يا فاروق. والله فعلا، بس انت محتاج بعدين ايه؟ هي هتروح على طول. يا رب يعني، يا رب بتطلع بالميه. لسه عندي شغل. هطلع كده في الفقرات التانية. ده كلام. طيب انت دلوقتي عندك عياده طب اسنان او لسه؟ ما لا انا لسه بدرس. لسه بتدرسي؟ اوكي. عملتي معرض؟ لسه. لا ناويه. طيب هتعملي ايه بقى؟ هتبقي عندك عياده بتاعت اسنان وفي نفس الوقت ترسمي. هتعملي ده وده. هتعرفي توفقي؟ انت خلصتي كده؟ لا لسه في سبراي وفي قصه. بنهركش يا بجوري. بص كان من شويه كنا بنتكلم على عمليات تجميل. هوس المشاهير بالنسبه للناس يعني. يعني الناس بقت عندها حب لعمليات التجميل بشكل كبير على فكره جداً. دلوقتي الميك اب بيلعب دور مهم جدا جدا في تخطيط العيوب. يعني هي قالت الكونتورنج يا جماعه ده نحت للوش. اكيد البنات كلها عارفاه. كونتورنج بينحت، لو خدك كبير بيصغر، بيرفع الخدود، بيصغر المناخير، كانك عامله عمليه تجميل بالظبط. فهي عملت له نوعا ما في الاول في الرسمه، عملت له تحديد للخد تحت الدقن وفي الجبين علشان تحدد او تبرز الحاجات اللي هي عايز تبرزها وتعمل ظل في الحاجات اللي هي عايز تعمل فيها ظل. والله العظيم انا فنانه. والله الالوان دي فعلا بتغطي على المشاكل اللي موجوده عند اي حد. لا مش كده. لا يعني بس هي فعلا انا شايفاك لوحه دلوقتي. طب عباره عن ايه؟ يعني انت واصل لك ايه؟ انا واصلني ان انت شخص كئيب. يا ساتر يا رب. كل ده وكئيب؟ لا بهزر والله. عايزه اشوف رد فعلك. شخص راسي، شخص حكيم. لا بجد والله. لا بجد. شخص حكيم، شخص بتاخد قرارات بحكمه. عندك جانب مظلم في حياتك محدش عارف عنه حاجه، في شويه غموض. وفي نفس الوقت في ايجابيه كتير جدا في تعاملاتك مع الناس. ايه رايكم فيا بجد؟ يعني كل ده يا جماعه يعني في الكنترول بجد، انتوا بتوافقوني الراي ولا لا؟ ميار وبجوري انا عايز اعرف رايك. يعني كل ده ظهر فيا صح الكلام ده؟ يعني انا بقول الحاجات اللي شايفاها. انا فنانه. ايوه انا عايز اعرف وجهه نظرك. هو كل واحد بيشوفها من وجهه نظر. انا بقول لك في أيوة. جانب مظلم شايفاه محدش عارف عنه حاجه. هو ده الجانب المظلم. هو بص نوعا ما ده الجانب اللي بص ده ديزني اهو. جميله والله. اوكي سمر انت لسه قدامك كتير؟ قدامك شويه؟ يعني قدامك شويه. طب احنا ممكن يعني يا سمر بصوا يا جماعه يعني هي دي يعني لا هي لسه ما كملتش. انا نفسي نخلصها يعني نوري الناس نهايتها ايه. بص انا هقول لاصدقاء انبوكس احنا هنعمل ايه. احنا للاسف الشديد علشان فقرتنا خلصت. سمر هتكمل الرسم على وش فاروق وهنصوره وهنحط الصوره ان شاء الله على الانستجرام وعلى البيج بتاعتنا على الفيسبوك انبوكس. ان شاء الله نشوفكم بكره يا جماعه. قولوا رايكم بامان. باي باي.